السلام عليكم، أهلا وسهلا وألف مرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا بألف ألف صحة وعافية، ورمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد علينا بالصحة والعافية واليمن والبركات إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وبرضو خلاص قربنا ندخل في أيام العيد، فربنا يحضرنا العيد مع الأهل والأحباب. وبمناسبة العيد حبيت أشارككم جزء من الوصفات للحلويات السودانية والبسكويت اللي بنعملها في أيام العيد يا في مناسبات خلال السنة. فالليلة بالذات حبيت أشارككم وصفة بسكويت النشادر السوداني خطوة خطوة، حتى للناس المبتدئين طريقة سهلة جدا جدا. وبرضو في بعض الناس بيعملوا البسكويت بطرق مختلفة، بسكويت شاطر بالذات بطرق مختلفة، يا بيضيفوا مكونات مختلفة يا بينقصوا بعض المكونات. فيلا معاي خطوة خطوة نشوف كيف ممكن نعمل بسكويت النشادر السوداني في البيت، وإن شاء الله الوصفة حتعجبكم. طيب يلا مع بعض نشوف المكونات اللي بنحتاج لها. أول حاجة عندنا كوباية من اللبن، دي الكوباية اللي استخدمتها، فهنا كوباية لبن من الكوباية دي ذاتها، وبنفس الكوباية هنا برضو عندي زيت، زيت عبارة الشمس لأنه ما في أي رائحة. فهنا كوباية لبن كوباية زيت، ونحتاج لسكر برضو، هنا عندي كوباية سكر برضو نفس المقاس، وبنحتاج لبيض، فهنا عندي بيضتين، وهنا عندي ملعقة كبيرة من النشادر، وهنا عندي ملعقتين كبار من الكستر، وهنا عندي ملعقة كبيرة من النشا يا الكورن فلاور، وبنحتاج لفانيليا برضو. هنا عندي السائل لكن لو عندكم البودرة برضو ما مشكلة. هنا عندي ملعقة كبيرة من الفانيليا عشان رائحة النشادر والبيت وكده، وهنا عندي ملعقة صغيرونة من الباكنج بودر، وهنا برضو عندي ملعقة صغيرة من الملح لكن على حسب رغبتكم طبعا في الملح، وهنا عندي الدقيق العادي، عندي زي كيلو دقيق. فيا هذه المكونات اللي بنحتاج لها حاليا عشان ما نعمل بسكويت النشادر. فيلا معاي خطوة خطوة نخلط المكونات دي كلها كده مع بعضها، وإن شاء الله هنعمل البسكويت. وزي ما شايفين هنا عندي كوباية لبن، ولي كوباية لبن بضيف النشادر ملعقة كبيرة من النشادر، وبعدين بنترك اللبن بجانب وبنخلط باقي المكونات، وبعديها بنضيف اللبن مع النشادر. فأول حاجة نخلط النشادر مع اللبن، خلطة لبن مع النشادر كده بخفف رائحة النشادر. بعدين فكده خلاص بعد ما خلطنا النشادر مع اللبن بنتركهم كده بجانب، وبعد ده نبدأ نخلط باقي المكونات. أول حاجة بنخلط البيض مع السكر وبنضيف باقي المكونات، ويلا بعد ده بنضيف الدقيق. فممكن تستخدموا خلاطة، يا كمان لو عندكم آلة كهربائية زي دي ميكسة ممكن برضو تستخدموها، فأنا حسي بستخدم الآلة دي. فبضيف البيض اللي عندي، بضيف البيض، وبعد ما ضيفنا البيض بعد ده نضيف السكر كمان. فيلا بعد ده نخلط البيض مع السكر ونضيف باقي المكونات تدريجيا.
طيب كده خلاص بعد ما خلصنا زي ما شايفين خلاص خلطنا باقي المكونات. بعد ده هنا عندي زي كيلو دقيق، ولكيلو دقيق بضيف زي ملعقتين كبار من الكاستر، وحسي بنضيف الكاستر للدقيق ونخلطهم كويس مع بعض، وبعديها بنضيف الدقيق للخلطة. وممكن برضو لو عاوزين مثلا تعجنوا العجنة بيدينكم ممكن عادي تحولوا الخلطة لإناء ثاني وتضيفوا الدقيق وتعجنوا الدقيق مع الخلطة بيدينكم، لكن شنو انا حسي بس بضيف الدقيق طوالي كده للخلطة هنا مع الكاستر. فيلا حسي بس بضيف الكاستر للدقيق، فبس حسي كده بخلطهم كويس مع بعض وبضيفهم للخلطة. فيلا بعد ده نضيف الدقيق، فيلا بعد ده نخلط الدقيق. طيب خلاص كده بعد ما عجننا العجنة وزي ما شايفين ما بتمسك في الايد كده خلاص خلصنا، وبرضو زي ما شايفين الدقيق مطاط، فكده خلاص بنتأكد انه خلصنا لما الدقيق كده مطاط وبرضو العجنة ما بتمسك في الايد، فكده خلاص انه خلصنا. فبعد ده بس بنجهز المكنة عشان نعمل البسكويت. طيب خلاص زي ما شايفين بعد حولت العجين هنا لصينية تانية، وبس قسمت العجين هنا لكرات صغيرة زي دي عشان بعدين بس تبقى لي سهلة بس اشيلهم كده وبدخلهم المكنة. فحسي بس العجين زي ما شايفين هنا، ما ضروري تعملوا الخطوة دي لكن بس يعني بعدين في المفرمة طوالي بدخل العجين يعني عشان كده بس. فحسي بس عملت الكرات الصغيرة دي، وبرضو ضروري نغطي العجين يعني على بال ما نعمل مثلا كمية عشان الكمية حقت العجنة الموجودة ما تنشف لازم نغطيها بكيس نايلون يا الجلاد راب اللي حق السندوتشات. فأنا بستخدم الجلاد راب هنا بلاستيك عشان أغطي العجين. طيب كده خلاص بعد ده بنجهز المكنة عشان ما نعمل البسكويت. طيب خلاص كده زي ما شايفين بعد ما ركبت المكنة في الترابيزة وركبت السبابة، فبعد ده بس نقوم ونعمل البسكويت. وهنا زي ما شايفين هنا الطاولة اللي هستخدمها عشان أخد فيها البسكويت، وممكن بس في الطاولة طوالي كده تمسحوا الطاولة بالزبدة يا السمين وخلاص يعني ما في أي مشكلة، لكن أنا بس كنت خطيتها ورق الزبدة هنا زي ما شايفين وكنت اخذت الومنيوم فويل، لكن ما ضروري الاثنين يعني بس الواحد. طيب يلا بعد ده خلاص بعد ما جهزنا ركبت المكنة عند الطاولة وهنا العجنة، بعد ده بس بنفتح العجنة ونشيل شوية، طب شيل لي كرة واحدة زي ما شايفين، وبعد ده نغطي الباقي طبعا عشان ما تنشف لنا، بنتركها كده بجانب، وبعد ده بس بندخل العجنة في المكنة. طبعا بنزيد في العجنة على حسب الكمية، هنزيد ليها كرة تانية لأن الكرة الأولى كانت صغيرة. فبعدها زي ما شايفين على حسب الطول العاوزين، وبس بنقطع البسكويت هنا كده بنحطه في الطاولة. وبس بنقطع
بس بنعمل نفس الخطوات لحد ما نخلص من كل العجين اللي عندنا. نحاول نعمل نفس المقاسات طيب كده خلاص. بعد ما خلصنا من صينيتنا الاولى يا هدي، بعد كده بندخل الفرن في درجه حراره 200 لحد ما نشوف البسكويت بعدين يقلب لونه للون ذهبي. بعد ذاك بنعرف انه خلاص البسكويت استوى. وهنا شكل البسكويت زي ما شايفين قبل ما ادخلهم الفرن. فكده خلاص زي ما شايفين بعد ما طلعنا البسكويت من الفرن وباعتباره خلاص خلصنا. فدي الطاولة الأولى ويا هدي الطاولة الثانية ولسه ما خلصنا باقي العجنة، لكن حبيت أوريكم هنا زي ما شايفين هذا البسكويت طريقة سهلة جدا جدا حشو جميل. فهنا هذا البسكويت بسكويت النشادر السوداني وزي ما شايفين حش وخفيف وجميل ومستوي خالص. فكده خلاص خلصنا من الكمية دي زي ما شايفين. عندي كمية تانية لسه ما خلصت منها، لكن بس حبيت اوريكم شكل البسكويت كيف بعد ما خلاص خلصنا. وزي ما شفتوا البسكويت حش جدا وخفيف والريحة جميلة برضو، ما في اي ريحة زفارة ولا اي حاجة بالشكل دي. فحسي كده خلاص خلصت من الكمية دي، عندي كمية تانية بخلص منها. فإن شاء الله تجربوا الطريقة بنفس المكونات ونفس المقادير حتى للناس المبتدئين. فيلا كده خلاص خلصنا وعملنا أحلى بسكويت وإن شاء الله بألف صحة وحنا عليكم. فزي ما شفتوا الطريقة سهلة جدا جدا والمكونات بسيطة، وممكن تجربوا نفس المقادير ونفس المكونات. يا إذا عاوزين كميات كبيرة ممكن تعملوا نفس المقادير أضعاف. وكل سنة وانتم طيبين وتامين ولامين، وإن شاء الله عيدكم مع الأهل والأحباب. وإذا الفيديو عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وتخلوا لي تعليقاتكم الجميلة وتشيروا الفيديو مع الأحباب في الجروبات عشان الكل يستفيد. وإذا ما مشاركين برضو ألف ألف مرحب بكم، شاركوا القناة وفعلوا زر الجرس للكل عشان يصلكم كل جديد. ولحد المرة الجاية أشوفكم على ألف خير إن شاء الله. مع السلامة.